عشق أم رميت بأسهم؟ فما هذه إلا سجية مغربي؟ ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ولهبي. أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي؟ ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ولهبي. جسم منعم أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم. أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم. لليالين يا لليالين يا 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 تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم. وأشرب كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي؟ ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ولهبي. أخيرا قال قال حبك قال وأنا قلبي 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 نبضة توقف بعدها. أخيرا قال قال حبك قال فرحة يما لقيتها صعب جدا وصفها وانا عاني من زمان تاني احس بوقتها. فرحة يما لقيتها صعب جدا وصفها
أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شدى تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شدى تحلى المشاهدة. شدى أول قناة فنية بالمغرب.